عسلامة الناس كل مرحبا بكم. أنا اسمي هادي فاهم، جيتاريست وكمبوزيتور وممبر كوفونداتور من الكوليكتيف ايتما من تونس. كوليكتيف ايتما اللي هو كوليكتيف تاع ميوزيك الترناتيف، فيه يوسف سلطانة في الباتري، مروان سلطانة في الباس، وسليم عرجون في البيانو كيبورد و توسا، وأنا. واليوم عملنا بيرفورمانس جوستومون مع ميوزيك ان افريكا، مش كان احنا فما زادة بيرفورمانس تاع بديع بوحريزي، فما بيرفورمانس تاع نسرين جابر. فوالا اليوم عملنا في سيت كونسير نتاعنا في بيرفورمانس تاع ايتما، لعبنا ديز اكستريم السيت جديد الالكترونيك نتاعنا اللي هو باش تسمعوه تري بيانتو، باش يهبط ان او بي ولا البوم، مازلنا ما نعرفوش اكزاكتومون. فوالا دونك تفرجوا في البيرفورمانس نتاعنا وفي لي زارتيست الاخرين زادك في كيف على البلاتفورم كول، وين تلقاو ميوزيك ان افريكا. ميرسي، صباح الخير تونس.